أهلا فيكم حبايبي برج البلو، رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية. القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو بتنطبق عليك. القراءة طبعا عامة، يعني مش راح تنطبق على الجميع، ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة أو مقطع معين أو جزء معين أنت تحس إنه فادك أو تحس إنه بينطبق عليك. فأنت خذ من القراءة فقط الشيء اللي بيفيدك والشيء اللي ممكن تستفيد منه بينطبق عليك، وترك الباقي. راح نبلش ب طاقتك انت، بعدين راح نشوف طاقة الشريك والحبيب، خطواتكم في المستقبل، وايضا مصير العلاقة او شو ممكن راح يصير بينكم في المستقبل. بدنا نسحب فقط كروت توضيحية، بعدين راح نبلش بالقراءة. طيب نبلش بقراءتك أول أو بطاقتك أول أنت يا برج الدلو. أنت عم تركز حاليا، عم شوفك مركز حاليا بكيف تشافي حالك أو كيف تداوي حالك. ممكن تكون كتوم ببعض المشاعر اللي عم تحس فيها، وشوي دفاعي، عم شوف قلبك مكسور، مشان هيك عم تحاول انك تتشافى او تتداوى. في اشي جارحك بشأن شخص معين او بينك وبين الحبيب، في اشي مسبب لك نوع من الحزن واللي انت عم تحاول انك تتشافى داخليا. ايضا عم شوف انه انت من الوضع المادي في عندك مشاريع جديدة، أو في عندك فكرة جديدة أو حتى مجموعة أفكار جديدة عم تحاول إنك تشتغل عليها، عم تحاول إنك توسع طاقتك بالمجال المادي. أيضا بتشوف إنه وضعك المادي مهم بعلاقتك، بعضكم بيشوف إنه انك تتطور من الناحية المادية مهم لعلاقتك. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه انت بتحس انه بيتطلب او بده شخص كتير ناجح. عم شوف انت عم تمر حاليا بدورة معينة او في عندك اكتمال من نوع معين. ايضا في شخص بحياتك بدك تتواصل معه، ولكن عم تمنع حالك من انك تتواصل معه لأنه أنت مجروح عاطفيا، أو يعني زعلان ومتحسس من الشخص اللي عم تتعامل معه. ولكن عم شوف بدك تتواصل معه أو بدك العلاقة بينكم تتطور أكتر، ولكن عم تمنع حالك من أنه أنت تقوم بالخطوة الأولى، أو عم تحاول أنك تكون متحفظ وكتوم أكتر. بالنسبة لطاقة الشريك أو طاقة الحبيب، طاقة الحبيب عنده مشاكل كتير بالبرايد أو بالإيجو أو بكرامته. ممكن أنت أيضا نظرتك لهالشخص تشوف إنه هو شخص كتير مش متعالي أو مش شايف حاله، ولكن ما بيحب إنه يتأسف بس يغلط، أو عنده كرامة كتير عالية هالشخص اللي عم تتعامل معه. أيضا بتشوف إنه هو شخص تنافسي، أو شخص لازم هو اللي كلمته اللي تمشي. عم شوف أيضا هالشخص طاقته الحالية
في عنده هدف مادي عم يطمح لإله، لسه ما وصل لإله بالتحديد، لسه عم ينظر لإله من بعيد، ولكن بده عم يشوف إنه بده يطلع منتصر بالوضع المادي. أيضا بالعلاقة بينكم، ممكن تكون أنت وهالشخص لأنه عندكم أوراق مادية كتير عالية، فممكن أنت وهو أشخاص محفزين كتير من الناحية العملية، أو بتحبوا أنت وهو بتحب أنه تنجحوا من الناحية المادية. يعني مثلا إذا أنت برج الدلو رجل، والشخص اللي عم تتعامل معه امرأة، هالامرأة بتحب تكون مستقلة بحالها، بالذات من الناحية المادية. عم شوف إنه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة، أو ممكن يكون العكس صحيح. بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة، أو عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة. ممكن أيضا أنت تشوف إنه هو شخص كتير detail oriented، أو كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة، وأنت بتركز على الصورة الأكبر للأمور، أو على المنتوج النهائي للأمور، لأنه عندك the world card. فهالشخص عم تشوفه إنه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة. أيضا عم شوف إنه طاقته نارية هالشخص أكتر، فممكن يكون هو الشخص الحركي أكتر بالعلاقة. ممكن تكون أنت الشخص الهادئ، الشخص اللي بيحب يحلل الأمور، ما بيحب يتسرع باتخاذ الأمور. بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع أو شوي متهور باتخاذ القرارات، مع إنه بيركز على التفاصيل الصغيرة، إلى إنه يكون مندفع باتخاذ القرارات. أيضا هالشخص اللي أنت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الإشي اللي بده يساويه، أو طبيعة نجاحه بالعمل، تتطلب نوع من الإلوجن، أو بتتطلب نوع من الوهم، أو خلق صورة وهمية. يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية، أو كذا بيرسونا، شخصية معك وشخصية بتطلبها وظيفته. يعني مثلا ممكن يكون ممثل، أو ممكن يكون شخص كوميدي، شخص يقدم انترتينمنت أو يقدم الترفيه، فلابد إنه يخلق شخصية معينة. فعم شوف هالشخص من ناحية، يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير، أو ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة إلى شخصية عفوية، إلى شخصية صغيرة، إلى شخصية كبيرة. يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات، فأنت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص، لأنه ما بتمل منه، دائما في إشي جديد بحياة هالشخص، أو دائما عم يقدم لك إشي جديد، أو دائما بتشوفه بشخصية جديدة، أو صعب عليك، صعب عليك إنك تفهمه، لأنه دائما في إشي جديد تكتشفه بشخصيته أو بطبيعة هالشخص. طيب بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم، شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم؟ الكيمي. فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت، لأنه الكيمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر أو ورقة ذا ماجيشن، بمعنى إنه في طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس، ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بالشخصية اللي بيظهرها للعالم، أو الشادو سايد، الشخصية الأخرى، بحيث إنه صعبت الأمور عليكم إنه
تتقربوا من بعض، أو إنه يكون في صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص. أيضا في كتير أوراق، في كتير سبعات عم تطلع عندي 7-7، فممكن رقم 7 يرمز للبعض منكم بإشي معين. أيضا هالشخص في عنده اختيارات كتيرة، يعني سبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون إنه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض، فيها طلوع ونزول كتير. أيضا في بينكم حب وبتعتبروا بعض مثل السول ميت، ولكن في بينكم بعد بالمسافة، ممكن تكون بعد بالمسافة حرفيا، يعني أنت بمطرح وهو بمطرح. وأيضا ممكن تكون أنت وهو بتشوف أنه أنتم متوافقين كثير مع بعض، ولكن في دائما طرف عم يحاول يبعد الشخص الآخر من حياته، أو عم يحاول يخلي مسافات قدر المستطاع، لأنه عندك في ستار كارد، فأنتو تنظروا على بعض مثل الأمنية بدكم إياها تتحقق، ولكن في الوقت الحالي لسه هي أمنية، لسه ما تحققت، لسه بعيدة المدى. أيضا في بينكم كتير تقلب بالعلاقة، لأنه في عندك هون Ace of Wands بعدين King of Swords، يعني في عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وتنتهي بسرعة أيضا، أو دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين بيرجع ينقلب الوضع بسرعة أيضا. أيضا العلاقة بينكم عم شوف أنت وهو أشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الأمور، سواء رجل أو امرأة، الطرفين بهالعلاقة أشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق بتحليل الأمور، ما في كتير empathy أو ما في كتير تعاطف، يعني من الناحية العاطفية ما في تعاطف للأمور. الوضع بحل المشاكل بينكم وبحل الأمور بيكون كتير منطقي، بالذات للطرف هاد، ممكن تكون عكسية، ممكن تكون أنت هالطرف، بس بالذات للطرف هاد في عنده كتير كرامة عالية، فهو دائما بيستخدم المنطق لتحليل الأمور. طيب نشوف خطواتك القادمة في المستقبل. Discover your life purpose. فأنت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش أو ضايع شوي بأنك تكتشف شو الإشي اللي الهدفك في الحياة أو اللي المفروض تساويه في الحياة، فعم شوفك عم تركز أكتر أو رح تركز أكتر بالمستقبل على إنه تكتشف شو المفروض اللي تساويه بالحياة، سواء كان من ناحية عمل أو سواء كان من ناحية عاطفة أو سواء كان من ناحية شخص. عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة. ممكن أيضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك، وأيضا رح تركز على مادياتك، أو بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية أكتر، يعني بالمستقبل عم شوف للبعض منكم بده ارتباط مع هالشخص أو بده زواج مع هالشخص، لأنه عندك تهيرفنت أو البابا شخص روحاني، الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة، طاقتك بالتحرك أو طاقتك بأنك تكتشف شو اللي بتريده. ممكن أنت عم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبين هالشخص، وتشوف إنه هو هل تحاول عم تكتشف إنه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه.
ولكن عم شوف إنه بالمستقبل عم تفكر إنه تكون جدي أكتر، تكون براكتيكال أكتر، أو تكون منطقي أكتر. في عندك فرص مادية رح تيجيك، عم شوف بالمستقبل، أو رح تقابل الشخص. أيضاً ممكن أنت محطوط أو رح تنحط بطريق بالمستقبل، لأنه في عندك two of ones، في عندك اختيار بين شيئين، في عندك شيئين لازم تختار منهم. فممكن بالمستقبل أنت بدك تحاول، بعض منكم يفكر كيف يوفق بين المادة وبين الحياة العاطفية، أو بين الشخص اللي عم تتعامل معه. ممكن أنت عم تحس إنه في إشي عم يأخذ من إشي، يعني إذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص، وإذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي. فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل. نشوف خطوات الحبيب القادمة. حبيبك أو شريكك عنده فينيكس رايزنج، يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حاليا، وفي عنده شيفت، أو في عنده صفحة جديدة رح يبدأ فيها، أو مطرح جديد رح يبدأ فيه. أيضا بدي أحكي على الأبراج اللي عم تتعامل معها. قبل ما انسى، ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج هوائيه، ابراج مائيه مش كتير ناريه، بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور. ايضا ممكن عم تتعامل مع برج السرطان، لانه هالكرت بتبع برج السرطان. الغالبيه كرت السرطان طلع مرتين، طلع بيهدك وبيهدك، فالأغلبية ممكن برج السرطان أو شخص فيه عنده مي كتير بالخارطة الفلكية تبعته، وهوائي أيضا، في عنده طاقة كتير هوائية. ولكن بالمستقبل عم شوف إنه في عنده هدف، هالشخص عم يسعى لأجله، في عنده تقدم رح يصير كتير ملحوظ وكتير سريع. عم شوفه من الناحية المادية، شخص يعني متمكن، أو في عنده determination كتير عالي للوضع المادي، عم يطمح إلى إنجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك أنت. وعم شوف أيضا إنه هو بيشوف إنه العلاقة من أجل إنه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي، ولكن لازم يكون مريح أيضا. يعني هالشخص بيفهم إنه المادة طبعا مش كل إشي، ولكن بيفهم إنه هي إشي كتير مهم من أجل تكوين أسرة أو تربية طفل أو إشي مثل هيك. عم شوف إنه هو في شخص كتير مصمم، إذا أنتم منفصلين مش عم تحكوا مع بعض، شخص في عنده كتير إرادة وتصميم إنه دائما كل ما الأمور بتخرب بيصلحها مرة تانية، أو مستعد إنه يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية، أو يصالحك مرة تانية، أو تتوفقوا بالعلاقة مرة تانية. يعني عم شوفه شخص كتير صبور، مع إنه متهور ومتقلب المزاج، لأنه ممكن يتحمل كتير، شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير، ممكن تغير طاقته. ساي مش عم بعرف أحكي اليوم، ممكن تتغير طاقته كتير، ولكن شخص بيتحمل كتير، كتير flexible، open minded، عقليته منفتحة، بيحب يسمع آراء أخرى. طيب نشوف طاقتكم بالمستقبل شو رح يصير. سايكلز، هالكرت اجا بنفس المطرح لبرج برج الجدي، فاذا بتحب تتابع القراءة هذيك ممكن تفيدك بشيء معين، لانه بنفس المطرح اجا.
فبالنسبة لطاقتكم بالمستقبل، عم شوف إنه في عندكم شيفتس وتغيرات رح تصير بينك وبين هالشخص. في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل، لأنه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم، لأنه أنتوا وهو أشخاص كتير مصممين، في عندكم عزيمة وإرادة، أشخاص أيضا بدكم تكونوا أسرة مع بعض. أنت وهو عم شوفكم عم تطمحوا إلى تكوين أسرة مع بعض، برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الأمور، أو في عندكم شوي لخبطة باتخاذ القرار، إلى أنه الهدف النهائي بالنسبة لإلكم الاثنين هو تكوين أسرة، وعم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الإمكان. أيضا عم شوف شوي بالمستقبل في دفاعية بينكم، شوي في تحفظ بينكم، ولسه في شوي فرض سلطة بينكم، يعني لسه رح حبيبك أو الشخص اللي عم تتعامل معه كتير عنيد، من اللي مبين بالقراءة مبين إنه هالشخص كتير عنيد، أو في بينكم وبين بعض كتير عند، عم تحاول إنه يعني كل واحد يفرض سلطته بالوضع، أو ممكن أنت تحس إنه هو عم يحاول دائما إنه يفرض سلطته. إذا أنت رجل، ممكن الإمرأة اللي عم تتعامل معها تكون إمرأة شخصيتها كتير قوية، وإذا أنت إمرأة ممكن الرجل اللي عم تتعاملي معه يكون شخصيته كتير كتير قوية، وبيحب يكون هو اللي دائما مسيطر على الأمور. ولكن عم شوف إنه الطريق بينكم شوي صعب، شوي في تحرك، في ما في خط ثابت لحد الآن، يعني لسه في طلعات وفي نزلات، ولكن الهدف النهائي، يعني برغم المشاكل اللي عم تصير بينكم، الهدف النهائي للطرفين بهالقراءة بهالعلاقة هو إنه يكونوا أسرة مع بعض، عم يشتغلوا كتير مشان يكونوا أسرة مع بعض. عم شوفكم عم تعتبروا بعض سول ميتس ورفقاء درب. أيضا ممكن تكونوا الاثنين عم توفروا من الناحية المادية من أجل هالعلاقة، للبعض منكم اللي عم اوريدي تصارح بأنه بده يكون أسرة مع هالشخص، عم شوف إنه أنتوا الاثنين عم تخبوا إشي مادي، ممكن عم توفروا إشي مادي من أجل خطوبة أو زواج، أو من أجل صرفيات، من أجل إنه تنفقوها على إشي معين. أوكي حبايبي برج الدلو، بتمنى القراءة تكون فاتتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم.